يعطيكم العافية يا شباب. هذا الفيديو القصير الثاني، محاضرة 3/4/2024. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن شبر رقم 3 اللي هو البروسيس. تكلمنا في المحاضرة السابقة، تكلمنا عن البروسيس الأوبريشن اللي عليها، تكلمنا عن أول نوع من أنواع الأوبريشن عن البروسيس اللي هي البروسيس كرييشن. حكينا شو معنى parent process، child process، حكينا كمان عن resource sharing، حكينا عن process بتكون في إما في حالة الإنشاء أو الإكسكيوت. تكلمنا كمان عن في نظام الأدرس space. كمان حكينا عن في example أخذنا بالبروسيس اللي هو على اليونكس، بيكون اسمه في function جزمة fork اللي بتسوي بعمل create a new process، التنفيذ بيتم من خلال function جاهزة اسمها execute. وحكينا عن انه لما بصير fork بتكون ال process اما parent and child، بضل wait still to child execute and exit، بعدها بيكمل اللي هو ال process اللي هي بتكون من نوع parent. okay. وهذا مثال كودينج عليها في العملية السابقة، وانه ممكن ال process الرئيسية اللي هي البيرنت تكون لها أكثر من شايلد، والشايلد بيكون له جراند شايلد، وهكذا. إن شاء الله المحاضرة الجاي اللي هي يوم الاثنين القادم قبل العيد إن شاء الله بتكون بنتكلم عن البروسيس ترمينيشن. أهم شيء بدي أركز عليه حيكون في هون الوظيفة ديدلاين لها يوم الاثنين تسليمها، بالإضافة إنه حيكون امتحانات النصفية بعد العيد مباشرة. حينزل إن شاء الله الأسبوع الجاي جدول الامتحانات. احنا في هاي المادة اللي نظم التشغيل حيكون داخل معنا اللي هو الشابتر رقم 1 و2 و3 في امتحان الميد. ايه رجاء من الجميع تستفيد من هاي العطلة، وحاول انك تخلص تدرس موادك بشكل جيد. يعطيكم العافية ونشوفكم الاسبوع القادم.